صباح الخير عبد الله، وصباح الخير سارة، وصباح الخير أيضا لمشاهدينا الكرام. بالتأكيد يعني الجولات الرقابية من قبل أمانة منطقة عسير على مستوى الميدان هي مستمرة، واللي رصدوا من خلالها الكثير من المخالفات تجاه عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأيضا في بعض المحال عدم تطبيق القوانين التي تقضي بمثلا نتحدث عن إيقاف الخدمات الداخلية وحتى العديد من الجوانب الأخرى. أمانة منطقة عسير تستمر بهذه الجولات الرقابية في الميدان، وأيضا تتابع هذه الجولات الرقابية، واليوم أمانة منطقة عسير تستعد لتفعيل هذا الجانب سواء على مستوى متابعة المطاعم والمحال التجارية من خلال الكاميرات التي يتابعونها من داخل أمانة منطقة عسير لرصد مثل هذه المخالفات وتوجيه الفرق الرقابية لهذه المواقع أولا رصد هذه المخالفة ومعاقبة المخالفين تجاه هذا الجانب. اليوم احنا نتواجد في احدى الغرف التي تمتلئ بالشاشات، واللي يستعدون طاقم أمانة منطقة عسير بتفعيل جانب الكاميرات التي يراقبون من خلالها المطاعم والمحال التجارية تجاه أولا يعني تحدثنا سابقا وخلال الأشهر الماضية حول متابعة الإجراءات الصحية، واليوم احنا نتحدث أيضا من خلال هذه الكاميرات التي ستفعل بعد قليل تجاه أولا متابعة الإجراءات الصحية السابقة التي تم متابعتها سابقا، والآن يضاف إليها متابعة الانضباط بالإجراءات الاحترازية سواء على مستوى كادر هذه المطاعم وحتى على مستوى من يزور هذه المطاعم ومحاسبة هذه المنشآت. كل هذه المتابعات هي للحرص على سلامة المواطن وأيضا سلامة المنشأة. بالتأكيد الحديث حول هذا الجانب أنا أستضيف معي الأستاذ سامي المالكي، وهو مدير عام تقنية المعلومات بأمانة منطقة عسير. حياك الله أستاذ سامي، وسعدي بظهورك معنا عبر الإخبارية. ودي لو تحدثنا أولا عن عمل هذه الغرفة أكثر. الله يحييكم، يا أهلا وسهلا. عمل هذه الغرفة هو رصد المخالفات الصحية بالدرجة الأولى، وأصبح الآن هي رصد المخالفات للإجراءات الاحترازية يتم من خلالها بعد عملية الرصد توجيهها للمراقبين في الميدان لاتخاذ الإجراء اللازم حيال هذه المنشأة أو المطاعم أو أيًا كانت. جميل، يعني الآن لو نتحدث في دائرة أولًا أزمة كورونا وأيضًا متابعة هذه الإجراءات، كيف تعملون في هذه الغرفة على التدقيق تجاه هذا الجانب؟ في الواقع في فرق من المراقبين تتواجد في هذه الغرفة تقوم برصد المخالفة وبالتالي تمريرها إلى المراقبين الميدانيين في الميدان، والذين هم بدورهم كذلك يقومون بزيارة هذا الموقع والمكان واتخاذ والإجراءات النظامية حياله. جميل، أيضا لو أسألك على جانب يعني أنتوا تحدث في حال رصد المخالفة هي توجه للمراقب الميداني، يعني هي عمل خلية واحدة وتكامل بين تقنية المعلومات وأيضا المراقبين الميدانيين. حدثنا عن هذه القصة، كيف تدور من داخل هذه الغرفة من قبلكم وإلى المراقب الميداني؟ هناك فرق خاصة بالاشتراك مع الأخوان في الرقابة بعد عملية الرصد والتأكد تماما من وجود مخالفة سواء على المستوى الصحي أو على مستوى الإجراءات الاحترازية، نقوم بتمرير هذه الملاحظة للفرق الميدانية بشكل إلكتروني، والذين هم بدورهم يقومون بزيارة الموقع والمكان والتأكد منه، وكذلك إجراء الإجراءات النظامية الخاصة بإيقاع المخالفة بشكل إلكتروني. جميل، يعني الآن نتحدث عن المراقبة الميدانية وأيضا نتحدث عن المراقبة من داخل هذه الغرفة اللي تعتبر غرف مراقبة. أيضا لو أسألك عن الجانب الآخر، يعني تفاعل أصحاب المنشآت، تفاعل المطاعم، تفاعل كافة المنشآت معكم في وجود هذه الكاميرات داخل هذه المطاعم، كيف أنتوا رصدتوا؟ في الواقع في تفاعل جيد من جميع الجهات في الربط مع هذه غرفة المراقبة، ونطمح إن شاء الله إلى المزيد من التفاعل من الجهات الأخرى بإذن الله. جميل، أيضا سؤالي الآخر لو نتحدث حول يعني جانب عدد هذه الكاميرات، يعني كم تتواجد كاميرات موزعة؟ يعني أنت حدثت كلمت لي قبل الهواء بأنه هي ليست فقط على مستوى مدينة أبها، كلمنا عن عددها وعن مواقعها. غرفة المراقبة هذه ليست خاصة فقط بمدينة أبها، المشروع أنه تكون على مستوى منطقة عسير. إحنا اليوم في داخل أبها ما يفوق 100 موقع مرتبطين فيه، ونعمل على الارتباط مع بقية بلديات بإذن الله عز وجل. جميل، أيضا يعني رسالة أمانة منطقة عسير هي رسالة واضحة، حدثنا عن هذه الرسالة يعني لكافة أفراد المجتمع وحتى تجاه المنشآت في جانب الانضباط بهذه الإجراءات. أمام هذه الجائحة يجب أن نكون
يدا واحدة ونعمل بفريق واحد من أجل سلامة هذا الوطن وسلامة المجتمع. الله يعطيك العافية وسعدين بظهورك معنا أستاذ سامي مالكي، شكرا لكم وجودكم واضح بالتأكيد. شكرا لك حياكم الله. إذن عبد الله، يعني جهود أيضا صارت جهود كبيرة تقدم من قبل أمانة منطقة عسير، سواء على مستوى الميدان في المتابعة الميدانية لكافة هذه المنشآت، أو حتى على مستوى الآن في هذه الغرفة اللي تعتبر غرفة مميزة ستفعل الكاميرات فيها بعد قليل تجاه متابعة كافة المطاعم في منطقة عسير وإجراء المراقبة الميدانية من خلال هذه الغرفة ورصدها من خلال هذه الغرفة وإرسالها إلى الفرق الرقابية التي تتواجد في الميدان لرصد هذه المخالفات. جهود كبيرة، وما بقي علينا عبد الله وسارة إلا أن نلتزم بهذه الإجراءات لتعود المياه إلى مجاريها بإذن الله. جميل يعني عبد الرحمن، وهذا ما يخلي مساحة للعامل أنه والله يشد حيله إذا جاء المراقب له. المراقبة على طول هو الأسلوب اللي المفروض يكون أساسا في التعاملات داخل المحال التجارية، أن يكون أعلى معايير طبعا الإجراءات الاحترازية. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن سمير، يعطيك العافية.